الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستبيحكم عذرا عما بدأ مني بأمس، وأئن والله وأحزن كثيرا على ما فاتنا، لكن المعونة بإذن الله على قدر المعونة، وما فات بإذن الله يتدارك إن شاء الله. بإذن الله اليوم أيضا سيكون الأمر على خفة، رويدا رويدا حتى أتعافى، وبإذن الله الأمر يعني ما فات بإذن الله يتدارك بإذن الله. اليوم إن شاء الله نبتدئ بالمتن، قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى العام الماضي من كتاب المتن أبي شجاع، انتهينا من كتاب الطهارة، وأيضا من كتاب المعاملات، واليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الصلاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، كتاب كما سبق ومرارا تكلمنا عنه، كتاب فعال بمعنى مفعول، يعني ستطلع في هذا الكتاب على هذا المكتوب أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، هيئات الصلاة، سنن ومستحبات الصلاة، سيتكلم عنها المصنف تفصيلا مع بيان الأدلة. والصلاة لغة معناها الدعاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وصل عليه، لا صح أن تقول وصل عليهم يقف صفا وتكبر عليهم أربعا، وصل عليهم هنا يعني صلي لهم، يعني ندعو لهم، عليهم هنا بمعنى له، كقول الله جل في علاه: من ما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هي الآية فلها، يعني إيش فلها؟ يعني فعليه، فيعتوران. فهنا صلي عليهم يعني صلي لهم، يعني ادعو لهم بمعنى الدعاء. فالصلاة هنا لغة بمعنى الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي هنا احتملت الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية. لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أم سليم فوضعت له طعاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، أخذ ناحية المسجد ناحية البيت صلى، ثم قام فدعا له ودعا لهم بالبركة. فهنا فليصلي يعني ليدعو لهم، هذا بالنسبة للغة. والصلاة في الشرع أخص، الصلاة اصطلاحا أخص من اللغة، اللغة أعم. ولذلك العلماء يرتبون ترتيب المسألة، إذا أردت أن تبحث عن حدها لابد أن تبحث عنها شرعا أولا، فإن لم تجد فعرفا، فإن لم تجد فلغة. فهنا التعريف الأخص هو التعريف الاصطلاحي، وهي قول مخصوص وأفعال أو أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. زاد بعض المعاصرين قربت بقصد التقرب إلى الله، وهذه الزيادة لابد أن تكون متضمنة، لأن الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالزيادة لنا أن نقول تعريف المتقدمين هو الأدق، ألا وهو أقوال معروفة أما مخصوصة في أزمنة مخصوصة أو أفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. والصلاة من الأهمية بمكان، الصلاة هي أفضل العبادات على الإطلاق، يعني من رام أن يرتقي عند ربه جل في علاه فالصلاة، قد كتب
قد كتب الله النجاة في الصلاة، وكتب الله الرقي بالصلاة، وقد كتب الله جل في علا درجات في الجنات بالصلوات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أو صلحت قد أنجح أو قال فاز وأنجح أو أفلح وأنجح، وإن فسدت قد خاب وخسر. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت قد أفلح ونجح، وإن فسدت قد خاب وخسر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية الصلاة عندما قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم مكانة الصلاة، وهذا في الصحيح: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيع الأسلمي مولاه، قال بعدما قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تمنى، قال: أتمنى مرافقتك في الجنة. وهذه همة راقية عالية، فهم دقيق، قال: أتمنى مرافقتك في الجنة. والهمة العالية لا تخبو، ويريد يعلم كيف أن حلو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا تنقطع عنه في الآخرة، وفي الآخرة ديمومة، أما الدنيا لحظات وتنتهي. فقال: مرافقتك في الجنة. فلما كانت المسألة عظيمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فيها دلالة واضحة جدا على فضيلة الصلاة، والصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، بل ندين الله لا في علاء أن الصلاة من تركها فقد كفر، كفر كفر أصغر، كفر كفر أكبر، يخرج من الملة بتركه للصلاة. لكن الترك نوعان: ترك على الديمومة وترك متقطع. الترك المتقطع لا يسمى تركا في اللغة، أما الترك المستديم صاحبه الذي يوم أن ولد إلى يوم أن رأى الناس وهو على فراش الموت ما صلى، هذا هو الكافر بحق، خرج من الملة. لا يمكن أن نعتبره من أهل الإسلام بحال من الأحوال، فكيف يتصور في إنسان يعلم أن الله جل وعلا ما خلقه إلا لعبادته، وسيقف أمامه وبين يديه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل دقيق وجليل، وعن الصلاة التي هي أهم صلة بينه وبين ربه جل في علاه، ولم يسجد لله سجدة؟ لا يمكن أن يكون مؤمنا بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أو قال: العهد ما بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا كفر وشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة شرك أيضا، حتى لا يقال أننا نحتج بقول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا ترك الصلاة شرك، ولا تنزل تحت قوله دون ذلك. فترك الصلاة شرك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا ضع الآن الكفر جانبا وخذ بالجزئية الثانية، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة، النتيجة ترك الصلاة شرك، وهذا شرك بالله جل في علاه، له تفصيل آخر. الغرض المقصود ترك الصلاة كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. فعمود الدنيا بأسرها والدين هي الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام، كما في حديث ابن عمر في الصحيح، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، ترتيب أولي. فأول ما يدخل به الإنسان الإسلام الصلاة بالشهادتين، ثم أهم الفرائض تقديم، لأن القاعدة عند العقلاء في الشرع وعند العقلاء تقديم الأهم على المهم واجب، فهو قدم الشهادتين لأن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين. فلما دخل الإسلام طولب بأهم الأركان ألا وهي الصلاة. وعبد الله بن شقيق كان يقول: يعني الصحابة ما اجتمعوا على شيء تركه كفر إلا الصلاة، لأهمية الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، فإنهم عرفوا ذلك ماذا قال؟ فأعلمهم أن الله قد افترض عليه. تقديم الأهم على المهم واجب، فأهم الطاعات وأهم الأركان أركان الدين هي الصلاة. والصلاة مفروضة، فرض واجب، خمس صلاة في اليوم والليل.
وفرضية الصلاة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فالآيات كثيرة، قال الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ويقصد بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وهذا على الغالب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا قول الله جل في علاه: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وأيضا يقول الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كل هذه الآيات أقم أمر، وظاهر الأمر الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كثير من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ثائر الرأس، قال الصحابي: يسمع الأدوي صوته ولا يعقل ما يقول، فدخل فقال: أين محمد؟ فقال: هنا ها أنا ذا، أو قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك ومشدد عليك. قال: سل ما بدلك. فقال فسأله عن الإسلام، فذكر له أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال عن فرائض الإسلام وشرائع الإسلام يعلمه، قال: وخمس صلوات في اليوم والليل. فقال: آه الله أرسلك في النهاية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: له الشرائع؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: إلا أن تطوع. وهذا فاصل في الخطاب، فاصل أنه لا وجوب لأي صلاة غير الخمس صلوات، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بقرينتين في الحديث. الحديث الأول، القرينة الأولى، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ هل يلزمني غيرها؟ ولما يقول الرجل هل علي غيرها، تحتمل العموم ولا هي مخصصة ومقيدة بالتي تستمر؟ عموم. جزاك الله عن الإسلام خيرا، أسعدتنا بهذه السنة والله، أحسن الله إليك. الله أكبر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم، فاهمين السؤال ولا لا؟ لما يقول هل علي غيره، هذا سؤال على العموم أم على التقييد والتخصيص؟ على العموم، صحيح ولا لا؟ يعني هل علي غيرها، سواء حتى من العام للعام أو من الأسبوع للأسبوع أو من الليل لليل. فقال له هل علي غيرها، غير الخمس صلوات كلية؟ قال لا، ولا نفي من النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، إلا أن تطوع، وإلا استثناء، هذا مقياس معيار العموم. قال إلا أن تطوع، يبقى إذا ما بعد الخمس صلوات تطوع، صحيح ولا لا؟ هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية تقطع دابا أي أحد يقول صلاة كذا واجبة وصلاة كذا واجبة، لا. القرينة الثانية أنه بعدما ولى الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولا، قال له الرجل: والله لا أزيد. انتهى الموضوع، صلاة العيد مش رايح أصليها. يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل ولا لا؟ قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية قال: من سر أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية أخرى: أفلح وأبيه إن صدق، إلى آخر الروايات. الغرض المقصود هذه قراءة ثلاث تبين لنا المفروضات خمس صلوات. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بينهم بعد الشهادتين، بين له الخمس صلوات في اليوم والليل. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا قد افترض على الأمة خمس صلوات في اليوم والليل. هذه الصلوات افترضت، أول ما افترضت، افترضت على النبي صلى الله عليه وسلم قياما بالليل، يعني ما افترضت الصلاة الخمس، قياما بالليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالقيام في الليل، وكان واجبا عليه. وإذا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب على الأمة. قال الله جل في علاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصف أو انقص منه قليلا. ثم بعد عام نسخ هذا القيام بنصف الليل إلى التيسير، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا النسخ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك اختلف العلماء، هل بقي الوجوب ولو بالتيسير في القيام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخت ونسخ القيام بالخمس صلوات، أم نسخ أيضا القيام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من أهل العلم، لكن عندنا في المذهب بفضل الله أنه نسخ، وهذا الراجح هو دليلا، نسخ عن السلام حتى القيام، يعني القيام نافلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها بيّنت ذلك تصريحا بأنه نسخت بالصلوات. والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم زيدت بعد ذلك أربع، وبقيت في السفر. فصلاة الركعتين زيدت لأربع، ثم بعد ذلك في وبقيت في السفر، وهذا الذي يتعلق به الأحناف على الوجوب، وبقيت في السفر على الركعتين. فريضة الصلاة كانت وهي مشهورة جدا عندكم ولا تخفى عليك، كانت الصلاة في بيت المقدس عندما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه
الصلوات كانت 50 صلاة صح؟ 50 ولا 40؟ 40 ولا 50؟ متأكدين؟ معيش أنا الوهم يدركني المرض يعني ألحق بها أضرار يعلم الله بها، والذنوب كثيرة ونسأل الله أن تكون مكفرات. 40 ولا 50؟ وعند الصخرة أم داخل المسجد؟ في الإسراء، ما هو في الإسراء عند الصخرة أم داخل المسجد؟ لا ده نوهم بجد، عند الصخرة المعراج. وين المعراج؟ نعم، هذه يعني لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثت المحادثة أن الله جل وعلا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ب50 صلاة، فموسى له منا على هذه الأمة، وراجعه قال الراجع ربك إني عملت الناس، ونصحه أن 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 يراجع الله جل في علاه في التخفيف. عفوا. فالله جل في علاه قال لا يبدل القول عندي، أو كما قال الله جل في علاه يعني الحديث اللفظ الآن لا أستحضره، قال الله جل في علاه لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 5، يعني 50 في الأجر وهي 5 صلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه 5 صلوات، وبقيت هذه الفريضة على الأمة، وبعدها أو ما كان فوقها فهو سنة. وأحب ما يتقرب العبد به إلى الله جل في علاه هي الفرائض، ولذلك قعد علماؤنا قعدة عظيمة جدا لكل لبيب لابد أن يتقنها ويتعامل بها. قال علماؤنا من شغله الفرض على النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذا مفتون مأفوه، هذا الشيطان لعب برأسه، جعله يضيع ما هو الأهم الذي يرتكز عليه في النجاة، ويذهب إلى ما لا ينفعه، لأنه لن ينفعك، لن تنفعك النافلة إلا بعد الفريضة. هذا بناء بسم الله ثم تبني. فلذلك قال علماؤنا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل على الفرض فهو مغرور. وهذا استدل به بعض العلماء من هذه القاعدة، انطلاقا من هذه القاعدة، أن من استنى بسنة وأقيمت الصلاة حتى ولو ابتدأها لابد أن يتركها ويذهب إلى الفريضة، يعني حتى ولو كبر، وإن كان المسألة على التفصيل عند الفقهاء وليس هذا مجال التفصيل. هذا بالنسبة لأهمية الصلاة وفرضية الصلاة، وأن الصلاة كما قلنا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، وهي أفضل الصلاة، نعم، أو أفضل العبادات، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، فصل: شروط وجوب الصلاة وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء. هو الآن هو يقول فصل شروط الوجوب، هو المتن الترتيب فيه أنه يبدأ بشروط الصح. علماءنا دائما درج العلماء على أنهم يبدأوا بشروط الوجوب لا بشروط الصلاة اللي هي شروط الصحة، لأن شروط الوجوب تختص بذات المكلف الذي خلق من أجل هذه العبادة، وشروط الصحة هي تختص بالصلاة بنفس الصلاة. لذلك عند المحققين يبدأون بشروط الوجوب قبل شروط الصلاة الصحة. وهنا المصنف قد ابتدأ بشروط الصحة، لكننا سنبدأ على ما درج عليه المحققون، وهو الابتداء بشروط الوجوب. نعم. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حرف التكليف. نعم، الشروط، الشرط في اللغة هو العلامة، والشرط في الاصطلاح هو ما كان، عند علماء الأصول يقولون هو ما كان خارج الشيء ليس في داخل ماهية الشيء، ما كان خارجا عن الشيء لكن يتوقف أو تتوقف يتوقف حكم هذا الشيء على هذا الشرط، ما كان خارج الشيء. وقال علماء الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، يتوقف الصحة هنا بوجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وأوضح مثل، أقرب مثل للإخوة، هو مسألة الوضوء. الوضوء شرط من شروط الصلاة، أو استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فإذا أراد، إذا رام المرء أن يصلي لم يستقبل القبلة لم تصح صلاته. لو استقبل الصخرة ولم يستقبل القبلة، يعني استقبل بيت المقدس،
لا تصح الصلاة، لأنه افتقد شرط من شروط صحة الصلاة. واستقبال القبلة ليس في داخل الصلاة، صحيح؟ كالركوع، الركوع هو داخل في ماهية الصلاة، السجود داخل في ماهية الصلاة، فده ركن، فالشرط هو خارج ماهية الصلاة، كاستقبال القبلة، كستر العورة، كالوضوء، يلزم من عدم العدم. لو لم يستقبل القبلة ما صحت الصلاة، لو لم يتوضأ قبل الصلاة وكان محدثا لا تصح الصلاة، ولو صلى متوضئا مستقبلا القبلة وكان كاشف العورة لا تصح الصلاة. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا معنى الشرط. وشروط الوجوب كما قلنا تختص بالمكلف، شروط الوجوب تختص بالمكلف. وذكر المصنف شروط ثلاثة، هذه الشروط لها فروع كثيرة، وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان نوجز ونجمل فيها. الشرط الأول هو الإسلام، الشرط الأول هو الإسلام، فشرط وجوب الصلاة الإسلام. والمعنى أن الصلاة لا تصح من مكلف حتى يتصف بوصف الإسلام. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال وهو مؤمن، وقال الله جل في علاه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قال وهو مؤمن، هذا تقييد بالإيمان. وقال الله جل في علاه: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى إذن حتى لو أتوا بالصلوات والإسلام غير موجود، الإيمان غير موجود، لأن المقصود وهو مؤمن هنا يعني هو مسلم، ينزل الإسلام تحت الإيمان. فلما افتقد شرط الإسلام أو شرط الإيمان ما صحت عبادته ولو أتى بها، وسنبين الثمرة. طب لو تصدق، لو صلى وهو كافر، هل هذه تحسب له أم لا؟ هذا الذي سنأتيه في الفروع، نأتي عليه في الفروع إن شاء الله. فإذا الإسلام شرط الأول من شروط وجوب الصلاة هو الإسلام. وأيضا في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا، لما قالت عائشة في الصحيح، قالت عائشة رضي الله عنه أرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان رجلا يقري الضيف، يكرم الضيف ويصل الرحم ويصنع المعروف، هل له من شيء؟ قال: ليس له من شيء. لما؟ لأنه غير مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من شيء، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما أسلم لله جل في علاه. ففيها دلالة واضحة أن الإسلام شرط من شروط الصلاة. أقول بالنسبة لهذا الشرط يتفرع عليه فروع. الكافر نوعان: كافر أصلي وكافر مستحدث. يعني إيش كافر مستحدث؟ مرتد، يعني مرتد. كافر أصلي وكافر مستحدث. أما الكافر الأصلي فهذا له حالتان: كافر مات على كفره ولم يصل، وكافر صلى حال كفره وأسلم. فهاتان حالتان: الأولى كافر لم يصلي ومات على كفر، هذا حكمه أنه في المشيئة، أستغفر الله، هذا على أصحاب الأعراف. فإن كان من أصحاب الأعراف، ده المسجد ضج علي ما شاء الله. لا، أنت الآن في يقظة الحمد لله. في المشيئة إيش هو حكمه؟ إيش حكمه؟ لا، همهمة الفصل دي صعبة شوية. حكمه إيش؟ كافر مات ولم يصل، العجيب أنه لم يصل وهو كافر. حكمه خالد مخلص النار، إجماع المجلس، إجماع طالب العلم من غير دليل ليس بطالب علم. أين سلاحكم؟ شيروا عن سيوفكم. ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب هذه لا تدل على أنه مخلد في النار. جزاك الله خيرا، إجابة سديدة، نريد التصريح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يدل على التخليد في النار. يا لهوي، الله أكبر.
بس خالدين فيها. هذا مهم أبدا أيضا بالتأبيد. لا، لابد تأتي بصريح الدليل على ما تستشهد له. خلاص، نعم، وأعد لهم سعيد واللعن الطرد برحمة الله جل وعلا. الغرض المقصود، الكل متفق على أن الكافر إذا مات كافرا ولم يصلي فهو في النار. نقول هو في النار خالدا مخلدا فيها ويزداد عذابا فوق العذاب بترك الصلاة. قالوا نعم. قلنا نعم، كافر وتقولون هذا كأنه تنطع منكم. قلنا لا والله، نتكلم عن المذهب وأنا التزمت، طالما سنبدأ في المذهب لا ندخل في المخالفة ولا أتكلم عن المخالف. إن أردتم بعد الدرس ممكن تسألني من المخالف وإيش المخالفة نبدأ معك، لكن أنا على المذهب فقط أقول نحن نعتقد بفضل الله جل في علاه أن الكفار يخاطبون أو هم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فقام المخالف لنا، وجئت الآن للتكلم على المخالف، قام المخالف ومن أحناف، قام المخالف لنا فقال أنتم تقولون يخاطبون بفروع الشريعة صلوا، تقرون بصلاتهم؟ قلنا والله لا نقر بصلاتهم، وأما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. قالوا جيد، أنتم الآن قلتم مخاطبون بفروع الشريعة، أسلم تلزموا بقضاء الصلاة؟ هذا الفرع الثالث الذي نتكلم فيه. أقول لا نلزمه. قال وما الثمر عندكم؟ قلنا الثمر أنه سيزداد عذابا فوق العذاب. قال وما الدليل؟ قلنا الدليل واضح جلي في كتاب الله جل في علاه. وما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. صحيح ولا لا؟ لم نكن من المصلين مع كفر، يبقى إذن هذا عدم الصلاة زيادة على الكفر. صحيح، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأيضا قال الله جل في علاه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا سيحاسب على عدم إيتاء الزكاة، فإذا هو مخاطب بفروع الشريعة، والثمرة في ذلك ثمرة أخروية وليست دنيوية. الثمرة في ذلك ثمرة أخروية وليست دنيوية، وهي زيادة العذاب فوق العذاب، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى إذن الكافر الذي مات ولم يصلي هذا سيحاسب عند ربي بعد الخلود، يزداد عذابا فوق العذاب بتركه للصلاة. الثاني، الكافر الذي كان يصلي وأسلم، كان يصلي وأسلم قبل أن يموت. اللهم أدخل في الإسلام كل الناس يا رب العالمين، اللهم ارحم عبادك وأنت أرحم الراحمين. فأسلم وكان يصلي، كان يصلي، قلنا له الآن هذه الصلاة غير معتبرة وهي معتبرة، كأني جمعت بين النقيضين، كيف ذلك؟ منشوف الإخوة الأفاضل. الرجل كافر وكان يصلي، دخل على ابن خالته وكان قد أسلم، راه يقوم ويقعد ويرفع ويركع، فقال والله هذا جيد، فصلى، وكأنه كان من أهل فارس يأخذ بقول الأحناف أن الصلاة حركات فقط، الوجوب فيها الحركات، قيام وركوع ورفع، ما في، حتى القراءة عندهم ليست من أركان الصلاة. فقال الحمد لله، فأخذ يصلي. جيد، فقالوا لنا كان يصلي هل معتبر؟ قلنا معتبر وغير معتبر، معتبر أنه كافر مخاطب بفروع الشريعة، وغير معتبرة في الصحة. طيب، ها اسمه حقيقة؟ دي الغاز بقى. لا خلاص، أنا عشان أنا مريض ننتهي، فعشان أنهى المسألة بسرعة. معتبرة أي معتبرة أجرا، وغير معتبرة يعني غير معتبرة وجودا، يعني كصلاة صلاة غير معتبرة، حتى ولو وجدت قلنا غير معتبرة صحة ومعتبرة أجرا. قالوا كيف؟ قلنا نعم، هذا ليس من كيسنا، هذا علم غيب، وعلم الغيب لا يتأتى إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم وحسن إسلامه، وحسن إسلامه مش معنى صار تقيا نقيا فوق الناس، حسن إسلامه يعني ما كان منافقا، حسن إسلامه يعني استقام قلبه على الإيمان وإن أتى بالمعاصي، وحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان قد عملها، ثم بعد ذلك وغفر له كل سيئة كان قد عملها كما في الصحيح، وبعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بواحدة. فإذا قلنا هي معتبرة في الأجر، أسلمت على ما أسلفت من خير، وغير معتبرة يعني هي غير صحيحة.
قالوا إذا قلتم غير صحيحة تلزمونه بالقضاء؟ قلنا لا، لا نلزمه بالقضاء. قالوا لما؟ أليس مخاطبا بفروع الشريعة؟ قلنا نعم، ولو قام بها ما صحت، لأن شرط الإسلام غير موجود. قالوا إذن لما لا تلزمونه بالقضاء؟ قلنا لا نلزمه بالقضاء لدليل أثري ودليل نظري. قالوا هاتوا الدليل الأثري. قلنا أما الدليل الأثري فقد قال الله جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. على العموم، وهذا دليل واضح جلي، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده، قال: ما لك؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما سبق، ما قد سبق. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهذا دليل صريح. أما الدليل النظري قلنا ديننا دين المشقة، دين التحجير، دين التضييع للناس، صحيح ما كان أحد دخل الإسلام، دين دين الحنيفية السمح، ديننا دين التيسير، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وللتيسير على الناس لا نلزمهم بالقضاء، إذ لو رجل عاش دهرا كافرا وقلنا له هذا الدهر بأسره تعيد الصلاة لقال: والله هذا ليس بدين، نفر من الإسلام وأهل الإسلام. قال: أنت تريد أن أصلي 60 عاما كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة؟ لا والله، ليس هذا بأمر الدين. الصحيح الراجح في ذلك أننا لا نلزمه بالقضاء. يتفرع على هذا الأصل أو على هذا الشرع النوع الثاني أو الحال الثاني، ألا وهو الكافر الإيش؟ اللي هو المرتد. الكافر المرتد عندنا في المذهب، الكافر المرتد لا يعامل معاملة الكافر الأصل. عندنا فوارق تفرق بين الكافر المرتد والكافر الأصل. فالكافر المرتد إذا ارتد وما تمكن منه ولي الأمر لقتله ورجع فأسلم، لا عليه قضاء كل صلاة تركها. الكافر المرتد ولو عاش ظهر، ولو عاش ظهر تغليظا له، والتغليظ جاء بأصل الشر. الكافر الأصلي ما نقتله، لو كان ذميا أو كان مهادنا أو كان مثلا أخذنا منه الجزية، صحيح، أو كان موادعا، لا نقتله. أما المرتد نقتله بكل الأحوال. لذلك علماءنا فرقوا بين المرتد وبين الكافر الأصلي بتفريقين. التفريق الأول تفريق أثري، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، انتهى الأمر. أما الكافر الأصلي ما أمر بذلك، قال: فليكن أول ما تدعوهم، لما قال لعلي بن أبي طالب ادعوهم إلى الإسلام أو إلى الجزية أو استعن بالله عليه، فرتب المسألة عليهم. فهذا فارق دقيق بين المرتد وبين الكافر الأصلي. وأيضا الفارق الثاني النظري عندنا أن المرتد يعتقد وجوب الصلاة، أما الكافر الأصلي لا يعتقد وجوب الصلاة، فأخذناه باعتقاده. لذلك قلنا المرتد لو ارتد 5 سنوات ولم يصلي ورده الله إليه ردا جميلا ودخل الإسلام، عليه أن يعيد صلوات 5 سنوات. هذا الراجح الصحيح للفارق الذي فرقه الشرع بين المرتد وبين الكافر الأصلي. ولذلك يلغز بمسألة رجل زيد كفر، نعوذ بالله من الخذلان، كفر صلى الظهر ثم كفر، وقبيل العصر سمع رجل يقول: إن الكافرين في نار جهنم خالدين مخلدين فيها، ورجل آخر يقول: نعوذ بالله من الكفر، فارتجف قلبه ورد إليه صوابه فدخل الإسلام أسلم. فيبقى هنا النظر إلى إيش؟ ما أذن العصر. ها، النظر إلى إيش؟ إلى حكم صلاة الظهر، صحيح؟ نحن قلنا في المذهب المرتد علينا أن نأمره بإيش؟ بالقضاء. فإذا أمرنا زيد بالقضاء قال: قد صليت، أنا صليت الظهر، وبعدما صلى الظهر ارتد، هل نعتد بهذه الصلاة أم لا؟ أما في المذهب عندنا نعتد بهذه الصلاة ولا نطالب بالقضاء، هذه الصلاة نعتد بها ولا نطالب بالقضاء. فقالوا ارتد، قلنا نعم، الردة بذاتها لا تحبط، لا تحبط الأعمال، والدلالة على ذلك واضحة من قول الله جل في علاه: لحقوني، سورة البقرة، ها، ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر، فقيد قيد، قال فيموت وهو، يبقى إذن المسألة على التقييد لا على الإطلاق. فالراجح الصحيح أن الردة محبطة للأعمال إذا مات على الكفر ولم يرجع الإسلام، فإن رجع للإسلام بقيت أعماله كما
هي. هذا بالنسبة للفرع الثاني في مسألة الإسلام. يبقى لنا الكلام على الشرط الثاني وهو البلوغ، والشرط الثالث وهو العقل، وهذا له فروع كثيرة، منها زوال العقل بسكر، وزوال العقل بالإغماء، والعمليات الجراحية بمسألة البنج وغيرها. هل يصلي المرء أم لا؟ يعني لو غاب عقله بالبنج هل تسقط عنه الصلاة أم يطالب بعد الإفاقة بالصلاة؟ هذا الذي نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، ونكتفي بهذه الشروط، بهذا الشرط من شروط الصلاة.